مرحبا بكم في بريف مارشي. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي ستود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. جولتنا الأسبوعية في مختلف لي مارشي داخل الولايات. اليوم كالعادة عملنا دورة وخذينا فكرة على أسعار الخضر الغلال الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء. ومن خلال جولتنا اليوم لاحظنا أنه الأسعار بالنسبة للخضر وخاصة اللحوم متقاربة ومسعرة في مختلف الولايات. جولتنا اليوم باش نبدوها بالحم العلوش اللي كان مسعر ب 35 دينار في 7 ولايات كاملة كما في باجة سوسة صفاقس والمدنين. هو بالمناسبة أعلى سعر في المقابل وجدناه ب 34 دينار و 500 في زوز ولايات هما جابس والقصرين. بالنسبة لحم الدجاج الأسعار تقريبا نفسها الأسبوع الماضي وانحصرت ب 7000 و 8700 مليم. أقل سعر كما قلنا ب 7000 مليم وجدناه في ولايتي القروان وباجة. بقية الأسعار في الولايات نلقوها 7500 في سوسة، 8300 في صفاقس، 8500 في مدنين. في المقابل أعلى سعر كان في القصرين ب 8700 مليم. نتعدوا للإسكالوب، فماش فرق كبير في الأسعار نتاعو في كل الولايات تقريبا، حيث كان 15 دينار و 500 مليم في 7 ولايات. هو بالمناسبة أقل سعر الأسبوع ذي لقيناه في كل من باجة، جابس، سوسة، صفاقس، القيروان وسيدي بوزيد. وأعلى سعر كان في القصرين ب 15 دينار و 900. بالنسبة للتريلا كانت أسعارها متفاوتة على خلاف اللحوم، حيث لقيناها ب 11 دينار و 500 مليم بسيدي بوزيد، وهي بالمناسبة أقل سعر الأسبوع هذايا. في نابل وجدناها ب 14 دينار، في حين كانت في مدنين وجابس ب 16 دينار، بينما كان أعلى سعر في القصرين ب 18 دينار و 700 مليم. نتعدوا للخضر والغلال. نبداو كالعادة بالفلفل اللي تراجع نوعا ما سعره بالمقارنة مع الأسبوع الماضي في عدد قليل من ولايات، حيث لقيناه الأسبوع هذا مثلا في القيروان وجابس ب 1800 مليم، بعد ما كان الأسبوع الماضي 2000 مليم. نفس الشيء في سوسة وجدناه الأسبوع هذا ب 1780 مليم. هو بالمناسبة أقل سعر الأسبوع هذا مقابل أعلى سعر كان في مدنين ب 2200 مليم. اجل بين الاسبوع هذا ما تغيرتش حاجه كبيره بالمقارنه مع الاسبوع الماضي، حيث كان على سعر في مدنين على غير الاسبوع الماضي ولقيناها ب 3000 مليم. في المقابل اسعارها كانت متقاربه في عدد كبير من الولايات، مثلا لقيناها في كل من نابل، سوسه والقيروان ب 2300 مليم، وهي بالمناسبه اقل سعر لقيناها كيف كيف ب 2500 مليم في كل من سيدي بوزيد، صفاقس وجابس. نختم جولتنا بالغله، اخترنا لكم منها المدالينا اللي كانت متباينه للسعر متاعها في جل الولايات تقريبا، حيث ارتفع عدد منها وانخفض في البعض الاخر. مثلا في باجة الاسبوع هذا لقيناه ب 2800 مليم، وهي بالمناسبة اقل سعر بعد ما كانت الاسبوع الماضي 3800 مليم. في المقابل ارتفع السعر مثلا في القصرين 4125 مليم، وهي بالمناسبة اعلى سعر وجدناها الاسبوع هذا بعد ما كانت الاسبوع الماضي ب 3000 مليم. السعر في العموم كان تقريبا حصر بين 2800 و 3000 مليم. كان هذا كل شيء في بريف مارسي، قدموا لكم محمد علي طالب. طيب بقيت اخبارنا على موقعنا تيليزوبريك.com. لايك وبارتاج، شو سلكت اخبار. باي باي.